صباح الخير متابعي طقس العرب وين ما كنتم موجودين، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج جوك معي انا سالفه. اليوم درجات الحراره بتنخفض قليلا لتصبح حول معدلاتها السنويه مثل هذا الوقت في العام، واكيد رح يكون معنا زميلنا اسامه الطريفي ضمن فقرات حلقتنا لليوم لحتى يحكي لنا اكثر عن الحاله الجويه السائده لهذا. خلينا بالبدايه نستعرض مع بعض اوقات أصلنا هذا اليوم الظهر إن شاء الله الساعة 12 و41 دقيقة، العصر الساعة 4 و13 دقيقة، المغرب بتمام الساعة 7 والعشاء الساعة 7 و18 دقيقة، أما الفجر الساعة 5 و3 دقائق بإذن الله. رح نستعرض مع بعض بشكل سريع فقرات حلقتنا لليوم. أكيد رح يكون معنا اليوم زميلنا مدير العمليات بطقس العرب أسامة الطريفي رح يحكي لنا أكثر عن الحالة الجوية لليوم الأربعاء، ومن بعدها أكيد رح تكون معنا ضيفتنا آلاء العمري أخصائية التغذية بتحكي لنا أكثر عن الأطفال الانتقائيين في اختيار طعامهم وخصوصا في شهر رمضان المبارك، ومن بعدها رح تكون معنا الضيفة الثانية وهي إيمان البيطار تحكي لنا أكثر عن كيف ممكن نعمل أنشطة مع أطفالنا خصوصا في شهر رمضان المبارك من زينة البيت وغيرها. في البداية رح يكون معانا مباشرة زميلنا أسامة الطريفي عبر زوم ليحكي لنا أكثر عن الحالة الجوية لهذا اليوم. عفوا رح تكون معانا أخصائية التغذية آلاء العمري تعاون على ترتيب الفقرات. آلاء صباح الخير. صباح النور، أهلين، كيفك سالي؟ يسعد صباحك. أهلا آلاء، بالبداية بدنا نعرف المشاهدين عن مين هو الطفل الانتقائي. يس. أول إشي، الطفل الانتقائي هو حالة أو اضطراب عم بتصيب الأطفال بالعمر المبكر وهن صغار، بتخليهم يتجهوا إنهم يأكلوا نوع محدد من الأكل، يعني بيكون نوع أو نوعين، ما بيكونوا كتار، أنواع كتير محددة من الأكل وباكلوها بكميات قليلة، وبرفضوا بالمقابل إنهم يأكلوا باقي الأنواع من الأكل لما الأحد يجوا يعرضوا عليهم، ممكن حتى يعملوا مشكلة ويسووا يبكوا، ممكن يتقيأوا أو يعصبوا إذا أجبروهم أو إنهم تم يخلوهم يأكلوا أنواع تانية، فخلص هنا بتحددوا بكم النوع من الأكل باكلوه وبيكون حتى كميات قليلة يعني عم باكلوها. طب أنت ببين على الطفل إنه هو عم بينتقي طعامه يعني انتقاء؟ بأي عمر أنت ببين عليه؟ في أعمار محددة؟ يس، هقول لك في اكثر من شغله، في يعني زي نقطتين نحكي بهذا السؤال. اول نقطه اللي هي ممكن يكون طفل طبيعي وعلى العمر نمشي، يعني احنا عم نحكي هلا عم ندخل الاكل للطفل من 4 ل 6 اشهر، من ضل لسنه المفروض يكون اموره تمام لانه بيكون معدل النمو عنده مرتفع، فالشهيه بتكون عنده منيحه، عم بستكشف الاكل، مبسوط على الاكل. لما يصير عمر سنه ببلش معدل النمو شوي يتباطأ، فالشهية عند الطفل شوي بدها تتباطأ، رح يفرقوا الأهل طفلهم، يعني كان يأكل أكثر مثلا، فرح يصير بهذا العمر الطفل شوي ممكن يبلش عنده انتقاء يكون، وبيبلش أصلا كمية الأكل ممكن تقل بهذا العمر عنده، لأنه برضو ما ننسى بهذا العمر ببلش يتفاعل مع المحيط اللي حواليه، بصير ملهيات أكثر، عم بلتهي باللي حواليه، فممكن كتير يلتهي عن الأكل بأشياء حواليه. فممكن من عمر سنة يبلش الطفل الانتقائي عنا إنه يحدد إيش بده يأكل، يرفض أشياء تانية. والنقطة الثانية إنه ممكن الطفل يكون أكبر من هيك وصار فجأة انتقائي، يعني صار معاه شغلة، ممكن الأم اشتغلت، ممكن الأم التهت عنه، إجا بيبي تاني فالتهى عنه، فصار زي ما تقولي حالة نفسية وبده يلفت انتباه واهتمام الأهل، فبيروح للأكل، يعني إنه هو طفل يعني زي ما بنعرف ذكي، فبعرف إنه الأكل الأم دائما مركزة عليه وبتحب إني أكله هيك، فبروح بلجأ للأكل إنه ما بدي لأ أكل اليوم بكب صحنه، ما بدي هذا الأكل، هذا مش زاكي، بدي هداك هيك، عرفتي؟ فممكن إشي زي نفسي أو ممكن من العمر، يعني بعمر السنة على الأغلب، يعني إنه معظم الدراسات تحكي إنه ببلش الطفل الانتقائي، أو ممكن صار معه شغلة زي ما حكيت ونفسيا ممكن يلجأ لهذا التصرف يعني. طب بعمر السنة كتير صغير لأنه يبلش ينتقل أكله، الأم عادة هي اللي بتكون بتطعمي الطفل، يعني هو ما بيقدر يختار أكله بعمر السنة، كيف ممكن إنه يكون هو انتقائي؟ يعني هالدرجة بيكون هو قادر طبعا
الطفل كثير ذكي على فكره، وممكن يعمر بعمر سنه. هلا احنا بالعكس بنشجع الامهات من قبل عمر سنه، يعني من 8 9 اشهر تبلش بالعكس تمسك البيبي ياكل بايده، يعني ممكن تسلق له جزر، ممكن ياكل يعني الموزه او اشياء يعني بسيطه مثلا بالشوكه بايده، او انه يمسكها بس بايده. فممكن بهذا العمر اه بالضبط انه يصير يرفض يسكر تمه، يبعد راسه، يعني ممكن اه ما تستغرب يعني صح عمر سنه، بس ببلش انه يميز يعني ايش بحكي، التذوق عنده بيكون لا ممكن يبلش انه عن جد هذا الاكل مش عم بستسافه، عم بحب اشياء ثانيه. بعدين ما تنسي هون برضه نقطه مهمه بحكي للاهل، انه لما يبلشوا ترتيب ادخال الاكل كثير مفيد ثاني بهذا العمر، يعني لازم دائما يعني احنا كاخصائيين تغذيه نرشد الاهل كيف يدخلوا الاكل. ما بيصير ندخل اول شيء حلو، فهو رح يتعود على الطعم الحلو وعلى الطعم الزاكي، واكيد رح يرفض الخضار والفواكه والاشياء الثانيه. فدائما بنفضل ندخل مثلا كوسه اول، تفاح، انجاص، اشياء يعني بسيطه ما بتكون كثير، مثل التمر، مانجا مثلا، ما بتكون نسبه الشجر او الحلو فيها عاليه، فخليه شوي يتعود على الطعم العادي، ولاحق يعني يدخل السكر ويدخل هاي الاشياء. طب كيف ممكن الأم تحديدا تتعامل مع طفلها الارتقائي؟ يعني خصوصا لما تشوفه كثير عم بتجه للمشروبات اللي خلينا نحكي اللي فيها سكر زي ما انت حكيتي هلا، كيف ممكن تتعامل معه؟ هلا الاهل الصراحه تصرفهم يعني بهون كثير كثير اساسي مع الطفل الانتقائي، بيقدروا حتى يخلوه طفل انتقائي يضل يعني لفتره طويله، وبيقدروا لا تكون فتره يعني قصيره ويرجع يعني ياكل كل الاكل زي ما كل الاهل بحبوا، يعني انه اهل اولادهم ياكلوا من اكل متنوع. اول شيء نقطه كثير مهمه انه بدنا نكون قدوه احنا لاولادنا، يعني بدنا نكون قدوه بكل شيء، بالاشياء اللي بندخلها على بيتنا، الاشياء اللي عم ناكلها قدامنا طفلنا. يعني اكيد مش منطق انه انت يعني تحرمي طفلك ياكل شيء انت عم تاكليه قدامه، يعني فبدنا نكون قدوه او قد ما بنقدر انه احنا عم ناكل من الاكل اللي عم نطلب من طفلنا انه ياكل منه. ثاني شيء اللي هي لازم ندخل الطفل ونخليه يشارك بعمليات تحضير الاكل، شراء الاشياء، طبعا هذا حسب عمره يعني، بس ممكن الاطفال الاكبر ممكن يجي معنا على السوبر ماركت نقول له مثلا ماما يلا انه بدنا نشتري هيك، بدنا نعمل هيك، جيب لي هاي. ممكن الاطفال اللي اكبر ممكن يساعدونا انه نقرا اللي الملحق التغذوي الغذائي اللي بيكون على الاكل، انه مثلا ماما شوف هذا مثلا العصير هذا مثل السكر فيه مثلا اقل من هذا، شايف نختار هذا الشيء، عرفتي؟ فانه مشاركه اطفالنا بهاي العمليه اللي هي شراء الاكل وشراء المواد التموينيه للبيت، ولما نروح برضه نغسل مثلا الفواكه والخضار مع بعض، ممكن يدخل يحضر الاكل معنا، هاي كثير بتساعد الطفل انه هو يحب الاكل ويحب الاكل المفيد. طبعا احنا عم نحكي عن انواع مفيده تكون الام عم تشتريها. غير هيك لما نقعد يس لا لا تفضلي انا لانه قصدي اه يس غير هيك لما نقعد برضه كلياتنا على الطاوله، يكون مثلا له صحنه بحبه هو مثلا منقيه برضه، كاسته، معلقته، شوكته، قاعد على كرسي، يعني كل هاي الاشياء كثير بتساعد الطفل انه هو عم بحب جو الاكل، ما تكون خلص جو الاكل جو يعني المعركه وجو المشكله ويي هلا وقت الغداء يي ماما ليش انت شو طابخه؟ هي بتعرفي كيف يعني معظم الناس للاسف وقت الاكل عند الاطفال يعني خلص وقت المعارك ووقت المشاكل ووقت الستريس، وبشوف انه الام معصبه عليه ويلا خلص صحنك وهاي الاشياء، هاي كلها الطفل بفهمها وبعرفها يعني، وبكون انه خلص انه ما بدي اكل من كثر ما انت شاده حالك بدي اخلص صحني، انه انا مو جوعان، انا مثلا مش جعبالي هذا الاكل، انا هيك عرفتي؟ فبلش يتفشش، بلش ينقي اكل، يبتعد عن اكل ثاني، تبلش تصير مشاكل. ايش كنت بدك؟ يعني احنا سواء عندنا اطفال او ما عندنا اطفال، كلياتنا انتبهنا على اطفال معينين بمرحله معينه بحياتنا بنقبوا، خلينا نحكي بالعاميه، بنقبوا الاكل تنقيب، يعني مثلا اذا في بندوره بالساندويش بقيوها، اذا في مثلا بصله بشيلوها. احنا كيف مثلا ممكن انه نفهم اطفالنا انه مثلا البصل مفيد، البندوره مفيده، ممكن يكون عندهم استيعاب لهذا الموضوع؟ صح كلامك، صدقي بيكون عندهم استيعاب، يعني كل ما بلشنا ابكر، دائما انا بحكي كل ما كان ابكر كل ما كان اسهل على الست، على الماما والبابا، يعني على العيله، انه يكون اسهل عن جد انه يفهموا هذا الشيء. يعني حتى بقول لهم ان انتم حامل الست وهي حامل لازم تنتبه كثير على انواع الاكل،
اول برضه لما ينولد الطفل بقول لك اول 1000 يوم بحياه الطفل، هاي يعني زي مرحله تاسيسيه لازم يتاسس على هذا الشيء. لما يكبر اكثر زي ما قلتي كثير مفيد انه نوعيه بهذا الشيء، ماما هذا لا هيك بعطيك، هذا بخليك هيك، هذا بقوي اسنانك، هذا بيعمل لك عضلات، هذا بخليك اسرع بالمدرسه. هاي الاشياء كلها التحفيزيه والعبارات التحفيزيه والجمل هاي كثير بصدقي بتعزز الطفل، لو ما يعني زي ما اقوله لو ما نفعت مره الا ما تنفع مره ومرتين وثلاثه. اوكي، بعدين لما الام تكون نظام الاكل ثابت، يعني احنا عم نعمل جدول للاولاد، هو بيعرف اول ما يصحى لازم يشرب كاسه الحليب ولازم ياخذ فطوره، بشوف ماما هيك عم تعمل وبابا هيك عم بيعمل واخوانه هيك عم بيعملوا، فخلص هو عنده بصير زي روتين. يعني انا بقول كثير حلو انه نعود الطفل باكثر من شيء، وخاصه الاكل على روتين من قبل بيوم مثلا، انه دائما انا مثلا اولادي قبل بيوم ماما شو بكره ناكل، خلص بهيئهم مثلا بكره في رز مع كذا مثلا، خلص بتهيئوا انه بكره وقت الغداء في هيك وهيك، بحاولوا انه مش فجاه تصدميهم انه لا هذا الاكل قلت لك من اول ما تعمليه هذا شيء لا، عرفتي؟ فكل ما كان في روتين ونظام باكلنا وباكل اطفالنا كثير بيساعد يعني انه يتقبلوا هذا الاكل، ما يكون عندهم انتقائيه. بعدين في شغله حلوه انه نضحك شوي على الطفل، يعني احنا نكون سمارت شويه ذكيين، يعني مثلا نقول له ماما مثلا على السناك بدك الجزر مثلا مع حمص ولا مع لبنه؟ يعني انا بعرف انه عندي التنين وبعرف انه انا حابه اعطيه التنين، اوكي، فبخليه زي انه هو مخير، هو كانه اللي عم بنقي اكله، فالطفل بحب هذا الشيء، بالعكس بنبسط بيقول اه انه مع لبنه مثلا، انه بدي اغمسها مع لبنه هيك، فبيكون هذا مثلا سناك مفيد له وبعطيه اياه وبحس انه هو اللي اختاره. يعني ممكن هيك نحطها بطريقه لعب او مسابقه ويلا مين ياكل اكثر، وهي الاشياء التحفيزيه يعني، وندخل اللعب بهاي الاشياء كثير بتساعد وبتشجع الطفل انه ياكل هاي الاشياء. يعني مثلا انا بحط ببالي، بس لازم طبعا يكون عندي الخيارين، بحط ببالي مثلا الحمص بخليه مثلا للليل بعمل له سندويشات حمص او هيك، عرفتي؟ بس هو بخليه ينقي، يحس حاله انه مش مضغوط، مش انا عم باكل ايش ماما بتحط لي ولازم اخلص هذا الصحن، لا. حتى بقول لك اخر الدراسات انه حطي لابنك كميه شوي قليله وخليه هو يكون عنده خيار انه خلص الصحن، اه انا لسه ماما جوعان تحطي لي كمان مثلا هيك، عرفتي؟ يعني خليه يحس، خليه يعني هذا اكله، عرفتي؟ احنا بنقدم لهم الاكل بس هن لازم يعرفوا قد ايه ياكلوا قد ايه بيشبعوا، يعني بحسن علاقتهم مع الاكل لقدام بيأثر عليهم لقدام. بتعرفي انا ذكرتيني زمان لما احنا صغار ما كنا كثير بنحب ناكل سلطات والبندوره مع البصل، الاطعمه كانت بالنسبه لنا يعني مش كثير مستحبه، فاهالينا بالذات امي كانت ضلت حبيبنا فيها انه ماما بتكبري بسرعه مش عارف بصير حلو بصير اكل، وحتى يعني المرقه تبع السلطه يعني بصير ما نوفرهاش، عرفتي؟ منيحه يعني انه بيعطي كثير فوائد قريبه على او على الشب. يمكن يعني شوف الطفل ايش مهتم، انا ابني بحب يركض كثير، بحب انه يكون سريع يعني، فبستغل هذا الشيء، بقول له انه هذا رح يخلي عضلات اجريك قوايه ورح يخليك انه اسرع وهيك، فبتحمس. يعني بنتي مثلا بدها شعرها يكون اطول زي ما قلتي، فانه هذا بيطول الشعر، البيض منيح للشعر لانه يصير احلى، فصدي هاي الاشياء مره مع مره يعني الا ما تاثر اذا بلشناها من عمر برضه صغير. صح. طب الان كيف ممكن نتعامل مع الاطفال اللي صار عندهم ادمان بالسكريات؟ يعني احنا كبار وعندنا ادمان بالسكريات، بس احنا نقدر نسيطر على حالنا، الاطفال ما عندهم سيطره على حالهم، كيف ممكن نتعامل معهم لما احنا بنشوف انه هم بطل في عندهم بديل؟ ايش ممكن تكون بدائل؟ هلا كثير في اطفال للاسف متعودين ياخذوا هاي الاشياء، المشروبات زي ما قلتي، الاشياء السكر، وحتى في مشروبات الغازيه وهي الاشياء حرام. اول شيء هون يعني خلص ما بدي ارجع احكي انه الاهل خطاهم ولازم من اول ما عودوهم، هلا نحكي انه طفل تعود والاهل هلا وعيوا ونعجب جد نبطل، فشو نعمل؟ اول شيء لازم يعني اذا طفل شوي كبير لازم نحكي معه، لازم نقول له انه ماما احنا كنا عم نقدم لك هذا ومثلا قرات عنه انه هذا شيء مش مفيد ولازم نخفف منه، ومثلا كاسه البيبسي عم فيها 10 معالق سكر وهذا بخليك مثلا جسمك يتعب، ما عندك مناعه، بصير انه الجسم مقابل للالتهابات، ما راح تركز بدراستك، يعني نبلش له من هاي الاشياء ايش مضار هذا الشيء، وانه احنا بدنا نبلش شوي شوي انه نغيرها.
فممكن يعني دائما انا بحكي الاطفال ما بدنا نمنعهم، ما بدنا نقول له هذا ممنوع وهذا مش مسموح، لا لما تحسي كل ممنوع مرغوب يعني راح يصير عند الطفل، فبس شوي شوي خليه هو يفهم، هو يعني هو يحب انه بده يرفض هذا الاكل او هذا الشراب عشانه، عشان صحته، مش علشان ماما قالت لي، مش عشان بابا ما عم بيجيبه على البيت، لا علشانه هو. طبعا اول شيء نحاول نخفف انه نجيبه على البيت، ثاني شيء اذا صغار وبزبط الصراحه يتخفف، يعني انه نحط نص بيبسي مثلا ونص مي، يعني هذا برضه بيكون كثير منيح عم نخفف الاضرار. وصراحه ما في شيء اقول لك اياه هون الا بالتدريج، يعني لازم شوي شوي ننصح الطفل، نحاول يعني نعطيه قناعه انه يقتنع من ذاته قد ما بنقدر، نحكي معاه وشوي شوي بالتدريج، اذا كان ياخذ مثلا كل يوم كاسه تصير مثلا كل يوم نص كاسه، يصير يوم 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 لا، يصير بس على الويكند هيك، بس ما يعني ما نمنع دايركت، ما يعني ما راح يزبط، راح يروح عند اصحابه ويضل يشرب، راح ينزل عند تيتا ويشرب مثلا، او عرفتي من ورانا راح يشرب، لا احنا بدنا اياه يكون هو مقتنع وعارف هذا الشيء ويخفف منه يعني، ويركز بالمقابل على مثلا العصائر، تعال ماما نعصر مع بعض اشياء مثلا اشرب ماي، ممكن اللبن يساعد جنب الاكل، يعني نعطي بدائل هاي الاشياء. طب لا ممكن الطفل انتقائي، يضل انتقائي على طول؟ هلا ممكن قديه، في ناس بنسمع كبار بيجوني بيقولوا لي مثلا ما تحطي باميه بالاكل، ما بحب الباميه بس ما تحطي شيء. اول شيء في شغله بدي احكيها، هلا ممكن في اشياء عن جد ما يحبوها، يعني كيف الطفل كيف احنا الكبار، في عن جد انواع يعني ما بنفضلها، مثلا فاصوليا خاصه كثير، مثلا في ناس مثلا يعني ما بفضلوها يعني من هذا، ممكن ياكلوها بس ما بفضلوها، هلا لازم ناخذ بعين الاعتبار هذا برضه، ممكن الطفل انه ما يفضل نوع عن نوع، بس احنا كوظيفتنا كاهل لازم نعرض كل الاكل. هلا في حال شفنا الطفل عندنا انه انتقائي ما بصير خلص، مثلا ما حب نحكي الفاصوليا اوكي، ما بصير خلص ما نجيبها ونقعد ونقول خلص ما هو ما بيحبها وعم نجيبها وبتنكب، لا يفضل انه نرجع نجيبها علشان ما نخلي طفلنا زي ما قلتي انتقائي يضل ليكبر، ممكن يرجع بعد فتره يحبها لانه عم بيشوفها، عم بيشوف ماما وبابا قاعدين باكلوها، عم بيشوف ماما بتدخلها مثلا بالسلطه، عم بيشوف ماما مثلا ماما شو عملتها، فخلي الطفل يضل شايف هذا الشيء، حتى بتصدقي انه بيقول لك انه لما يشم ريحته او يضل شايفه كثير بيساعد انه لقدام يغير رايه، يقول ممكن انه اجربه. يعني حتى بقول لهم دائما انه اذا طفلك ما اكل خليه قاعد معك على الطاوله، حتى لو انه قاعد ما عم باكل ما بده ياكل صح، نخليه ممكن يتشهى منك وانت بتاكلي، ممكن هيك يقول المره الجايه بدي اجرب ماما شو اكلات، ممكن هيك عرفتي يعني انه يشوف اخوانه عم باكلوا يتشجع. فيعني ما دام احنا استمراريه انه عم ندخل كل انواع الاكل وفي تنوع في اكلنا، ممكن هذا كثير ياثر انه الطفل ما يعني يرجع يبطل انتقائي، وبس بالتركيز على انواع الاكل يعني. يعني انا هلا خطر ببالي سؤال قبل ما اختم معاكي، بشهر رمضان قرب وكل سنه وانت سالمه وكل سنه وجميع متابعينا بألف خير. هلا الام اكيد مش رح تعمل 100 طبخه لكل فرد افراد العائله، للاب وللبنت وإلها، في طبخه واحده ممكن تكون على الطاوله صح؟ عاده طبخه واحده. اذا الطفل كان انتقائي وكان لسه احنا جديد متشين انه هو انتقائي او انه مش قادرين لسه نسيطر عليه، خلينا نحكي لو حتى 90% او 80%، شو ممكن نتعامل معاه بشهر رمضان؟ بركة لما مثلا الوجبه هاي اللي طبقت مش عاجبه، ايش كيف ممكن نتعامل معه؟ يعني مش معقول مثلا صايم يكون طفل او نص نهار او كان هلا الاطفال صايمين عم بصوموا. احكي لك اول شيء زي ما حكيت، اول شيء احسن انه من قبل نحط جدول، مثلا هذا الاسبوع انتم شو حابين تتغدوا، ناخذ من خيارات الطفل ومن خياراتنا، يعني هذا الشيء يساعدنا اولا انه يحط جدول معنا للاكل، انه شو الطبخات اللي حابين نعملها برمضان، شو الاشياء اللي برمضان. هلا برمضان برضه رح ندخل فتوش مثلا، رح اكثر يعني بالعكس هذا فرصه منيحه انه ياخذوا خضار والياف، رح ندخل مثلا مشروبات، ممكن نعمل مشروبات مثلا لبن نعمله احنا في البيت، يعني اللبن او المخيط يعني قصدي نشربه، فهذا بساعده انه برضه انه يشربه. الشوربات ممكن يساعد انه وجود الشوربه برضه انه هي عم بتقبل، ممكن الشوربه
فانه اول شيء ممكن انه دائما انا بحكيها انه احنا داخلين على مرحله جديده، اول شيء نتفائل انه ممكن انه طفلنا بهاي المرحله انه يحب هذا الاكل، نحكي معاه اكثر، نشجعه انه هلا برمضان علشان انت صايم فلازم تاخذ الياف اكثر، لازم تعوض السوائل اللي عم تخسرها خلال النهار، فلازم ماما تاكل اكثر، ولازم برضه نعرف كمية الأكل اللي هو يعني اللي حسب عمره، حسب عمر الطفل. يعني كتير في ناس بيطلبوا أوقات من أولادهم إنهم يأكلوا أكتر وبيكون لعمرهم مش هالقد احتياجاتهم أكتر، يعني إنه عم بيطلبوا من الطفل يأكل أكتر واحتياجاته أصلاً أقل، فلازم نكون إحنا يعني واعيين لإيش احتياجات الطفل. يعني ممكن الطفل لو شرب هاي الكاسة اللبن وأخذ شوية شوربة مع سلطة، ممكن معلقتين رز مع الأكل الموجودة ممكن تكفيه، خاصة إذا بعد شوي رح يكون في مثلا حلويات، رح يكون في قصدي سوري سناكس، رح يكون في حلويات ممكن رمضان إنه ما نحرمه منها، فإنه ممكن تكون هاي الوجبة كافية لإله. فهي بس إنه بدنا نحكي معاه أكثر، بدنا نشجعه أكثر، يساعدنا إنه يدخل على المطبخ ويشاركنا في تحضير الأكل، ويقعد معنا على الطاولة يحدد شو هو بده ياكل، يعني نخليه زي كأنه هو مخير، هو اللي عم بيختار وجبته، يعني مش إحنا بس.